الفنان الراحل نجيب الريحاني كان معروف عنه دايما انه بسيط في اي معاملة ليه مع كل الناس، ودايما كان بيحب ياخد الحياة بالضحك وروحه الحلوة، وده اللي ورثته منه بنته جينا نجيب الريحاني. هي مش بتظهر كتير بس لما بتطلع في اي لقاء بتبان على طول روحها الحلوة. جينا عندها 86 سنة وعارفة تحافظ على لياقتها وصحتها، وقالت ان السبب في كده انها لسه لحد دلوقتي بتلعب رياضة وبتحب تعوم سواء في الصيف او في الشتاء، وانها السنة اللي فاتت واخدة ميداليتين ذهب، ومن سنتين كانت واخدة ميداليتين فضة، وقدمت نصيحة للستات انهم لازم يحافظوا على صحتهم، وده هيكون انهم يلعبوا رياضة، لان كل ما السن بيكبر العضلات بتقل وبتضعف، فالسباحة والعوم مهمين جدا علشان تحافظوا على شكل جسمكم. واتكلمت على نفسها وقالت انها مش راضية على جسمها ومحتاجة تخس 5 كيلو.